في حد يعني عنده مشكلة في حاجة معينة نقدر نتكلم فيها؟ عايز حد يتكلم؟ الدكتور، هو بالنسبة للجزء بتاع السباين، طالبين بكل الانفورميشن اللي في السلايدز بعد ما قصرت، اللي هو 30 سلايد يعني. ده أقل حاجة، يعني ده أقل حاجة. انا فاهم، بس عشان كان في كلاسيفيكيشنز مثلا للفراكتشرز والحاجات دي. لا مش هيخش ديبلي انت، يعني مش هدخل ديبلي في المعلومات دي. ده انا حتى ملخص لك الكلاسيفيكيشن دي لأقل حاجة، وممكن ما اسألش فيها خالص يعني. فمش يعني مش هدخل دي في السباين. تمام، يعني هي هتلاقي غالبا عندك حاجات أسئلة كلها أكتر على سبون البريم. دايجنوزز، نعم، يعني الحاجات اللي هتيجي في السباين غالبا هتبقى سبون دايجنوز اكتر. مش هتبقى حاجة تقيلة عليك ولا حاجة. تمام، في حد عنده مشكلة بين لخفنة من حاجة مع حاجة، يعني هل في حاجة كده؟ هو ممكن يا دكتور بس توضح لنا اكتر ازاي اعرف الإديمة في البرين؟ الإديمة في البرين. انتي فاكرة الكلام اللي كان مكتوب في السلايد كان ايه؟ هو انا مش قصدي على الكلام، مني على قد الصور يعني، عشان بحس ان انا مش دايما بعرف اشوفها الإديمة في الصور. طيب انا اعمل شير سكرين ازاي؟ اعمل شير من هنا هو حضرتك فاتح من اللابتوب ولا من الموبايل؟ من اللابتوب. في 3 زراير كده، اوبشن، ثلاث نقط. انا عملت شير، بعد كده اختار ايه؟ اختار بقى السكرين بتاعت اللابتوب، اللي هو السكرين. كونتنت اونلي. لا لا، السكرين كلها مش بس الكونتنت اوكي اونلي. طيب، انتوا دلوقتي شايفين برزنتيشن؟ كده باين. البرين قديمة بمنتهى البساطة، يعني دي حاجة زيادة على البرين، صح كده ولا غلط؟ يعني ارتشاح في البرين خلاص زايد على النسيج بتاع البرين خلاص. ففي دايركت افكت بشوفه وفي اندايركت افكت بشوفه. الدايركت افكت بشوفه ان انا اشوف لون البرين، يعني الاتنيويشن بتاع البرين. البرين ده جزئين زي ما انتوا عارفين، في برين وفي سيريبيلم، او في سيريبرال هيمسفيرز وسيريبيلر هيمسفيرز. دي ليها بلاد سبلاي ودي ليها بلاد سبلاي، دي في مكان فوق والسيريبيلم تحت خلاص. فبفرض ان العيان ده عنده سيريبرال اديما او سيريبيلر، يعني هو تيفر السبب اللي عامل الاديما خلاص. الدينستي بتاعت البرين اللي فوق التمبرال لوب هو والفرونتال لوب هو اللي انتوا شايفينه، هل الدينستي دي الكثافه، يعني درجه اللون او الغمقان بتاعت او الجرينش مثلا بتاع البرين، هل اللي فوق ده زي اللي تحت؟ اهني اغمق؟ اللي فوق أغمق. اللي فوق اغمق، يبقى في هنا حاجه في السيريبرال هيمسفيرز خلاص. ده الدايركت افكت. طب الاندايركت افكت الاقيه على هيئه ايه؟ اما اجي ابص على الفنتريكولار سيستم، يعني ابص مثلا على اللاترال فنتريكلز او الثيرد فنتريكلز، هلاقيهم عاملين زي سليت لايك كده، يعني في كومبريشن مش طبيعي، حجمهم مش طبيعي. ايه اللي سبب كده؟ بسبب الاديمه اللي موجوده في السيريبرال هيمسفيرز. بلاش كده، في حاجات بيمشي فيها السي اس اف زي مثلا سيلفيان فيشر، الكورتيكال سلساي، الحاجات دي، كل الحاجات دي بلاقيها افيست خالص، انا شايفها بصعوبه او مش شايفها خالص، يعني ممسوحه وكانها سيرفس سموث كده حاجه واحده خلاص. انا مش قادر اشوف السيلفيان فيشر، مش قادر اشوف الكورتيكال سلساي ولا البيزل ستونز خلاص. كل ده يعتبر دايركت واندايركت افكت للسيريبرال ايدين خلاص. في عندك تساؤل تاني بعد الكلام دوت؟ لا تمام يا دكتور.
دكتور، أنا كنت عندي سؤال في سلايد 3 في الجزء بتاع الكلاسيفيكيشن. في السباين، لا لا لا، في الهيد تروما في الهيد روما. سلايد، طب ثانية سلايد رقم قطع 3. كلاسيفيكيشن السلايد رقم 3. طيب اتفضل، ايه النقطة دلوقتي عايز تسأل فيها؟ الجزء بتاع الاكسترا اكزيال والانترا اكزيال، احنا كنا مقسمين اكوردنج للوكيشن حاجات انترا اكزيال واكسترا اكزيال. طب الجزء المربع اللي تحتها ده عبارة عن ايه؟ أنهي مربع اللي مكتوب فيه إيه؟ اللي هو البرايمري اكسترا اكزيال ده، انا مش فاهمه. اللي هو المربع الرابع؟ الرابع. بص، هي دي يمكن حاجة يعني مكتوبة زيادة، يعني هي يعني وانا بعمل البرزنتيشن بس في الديزاين هو يمكن حطها، هي دي المفروض تبقى تبع دي، تبع اتنين يعني هي انترا اكزيال واكسترا اكزيال، هي التقسيمة الأساسية. خلاص الكلام اللي تمام. مكتوب تحت ده يعني المفروض يتنقل مع اللي فوق بس. طيب طب جنرالي مين الانترا اكزيال ومين الاكسترا اكزيال؟ انترا اكزيال يعني حاجة جوه نسيج البرين، ده اللي احنا قلناه. انترا اكزيال تمام. يعني ايه؟ حاجه جوه نسيج البرين، زي السيريبرال كونتيوجن، اكزونال انجري، فاسكولار انجري، ادت الى مشكله في البرين ستراكشر نفسه، ده اللي انترا اكزيال. انما اكسترا اكزيال معناه ايه؟ بره نسيج البرين، يعني الابيديورال هيموريدج، السب ديورال هيموريدج، السب اراكنويد هيموريدج، ده بره نسيج البرين، ده المقصود يعني بيها انترا اكزيال التايبس اوف واكسترا هيمرج هم اكزيال. الاكسترا اكزيال صح؟ نعم، التايبس اوف هيمرج هم الاكسترا اكزيال. لا طبعا، ما في انترا سريبرال، مش في انترا تمام. سريبرال غير تايب الانترا من سيريبرال. الهيموريدج، يبقى ده انترا اكزيال. السريبرال كونتيوجن، السريبرال كونتيوجن ده انترا اكزيال. ده انترا برضو. تمام. خلاص، اللي جوه نسيج البرين نفسه ده انترا اكزيال، اللي بره البرين من بره خالص ده اكسترا اكزيال. موست اوف انترا كرينيال هيموريدج اكسترا اكسل، الا ان الهيموريج ممكن يجي واحد عنده مثلا هايبر تنسيف هيموروجيك ستروك، يعني العين ده بيجي له هيموريج في قلب البيزال جانجلي، فالهيموريج ده هيبقى اكسترا اكسل؟ لا، هيبقى انترا اكسل. ممكن يبقى اكستندد، يعني في منه كومبوننت بدأ يطلع بره اكسترا اكسل، بس هو انترا اكسل. يعني انترا اكسل مصوب بيها حاجه بتحصل في قلب نسيج البرين، ده اللي بيسموه انترا اكسل. اكسترا اكسل بره نسيج البرين بس. تمام. ظهرت مكتوب هنا الكورتيكال كونتيوجن دي اكسترا اكزل، ودي لا، كورتيكال مش سب كورتيكال، يعني اللي انتوا بتشوفوها. بص انا مش هسألكوا فيها عشان بس ما يعني دي ما نقطة ما تضايقكوش يعني. خلاص، الكورتيكال كونتيوجن يعني الكورتكس هي اللي حصل فيها كونتيوجن، انما الصور اللي مثلا لما كنت بشرح السريبرال كونتيوجن ده اسمه سب كورتيكال كونتيوجن، فده انترا اكزل. خلاص، يعني لو الكونتيوجن حصل من بره على القشره من بره، خلاص ممكن ده يبقى اكسترا اكزل، الا ان لو حصل سب كورتيكال تحت الكورتكس ده بيسموه انترا اكزل. برضو دي معلومه مش هسألكوا فيها، ان برضو دي حاجه فيها ديتيلز شويه، او يعني حاجة ممكن أشرحها لبتاع الراديولوجي بس مش هسألكم فيها برضو دي. دكتور، آخر سلايد بالنسبة آخر للصور. سلايد في إيه؟ في البرين؟ نفس المحاضرة. طيب آخر سلايد، لا بص أنا آخر سلايد ده أنا كنت قلت لكم إيه، أنا كنت عايز أجمع الحاجات كلها مع بعض كده، بس أنا عارف إن في حاجة لخفنتكم اللي هي البتيكيلر هيموريدج كانت البتيكيلر هامرج والكونتيوجن اللي فوقيها على طول، صح كده؟ بالظبط. بص هو ده كده برزنتيشن لكورتيكال كونتيوجن، يعني كونتيوجن طالع في الكورتكس من بره وفيه نقطة هيموريدج. خلاص، ده اكسترا اكزل. خلاص، بس انا يعني عايز تشيل اخر صورتين دولت، انا ما عنديش اي مشكلة خالص لو حسيت ان دي حاجة لخفنتكم، اعتبروهم مش موجودين. انت شايف كده تمام. السلايد ده انا شيلته؟
خلاص عشان انا بس كان الهدف بتاعي الاساسي ان انا احط لكم التايبز بتاع الهيموروج اللي ممكن يحصل في البرين في سلايد واحد بس. لو دي حاجه لخفنتكم كورتيكال كونتيوجن واكسترا اكزيال وانترا اكزيال وكده شلتها لكم خالص عشان ما تلخفنكوش. تمام. خلاص ده كل الهدف منه ان انا افرق الاربعه تايبس من الهيموراج. ايبي ديورال هيموراج اهو اول صوره على الشمال، سب ديورال الصوره اللي هي على الثانيه فوق دي، خلاص الهيموراج باين يعني وايد اكستندنج كده. سب اراكنويد هيموراج يعني هيموراج مع السي اس اف سبيس يعني كورتيكال السايل هيموريدج داخل فيها. واحد انواع السب اراكنويد هيموريدج زي ما قلت لكم قبل كده الانترا فنتريكولر، يعني الانترا فنتريكولر ده تايب من السب اراكنويد هيموريدج. واضح ان في الاوكسيبيتال هورن في هيموريدج ابيض اهو السهم مشاور عليه جوه الايه الفنتريك جوه الاوكسيبيتال هورن بتاع الفنتريكولر سيستم. خلاص ده الهدف منه السلايد دوت ان انا اقول لكم الاربع انواع من الهيموريدج في سلايد واحد بس. تمام دكتور، ممكن نفتح السباين؟ السباين انا اوريدي فاتحه بالفعل. اهني سلايد ملفينك سلايد 10 و9، سلايد ال9 في الاوكسيبيتال كوندايل فراكتشر، 9 سلايد 9. حضرتك توريهاني على الراديولوجي نفسه و12 برضه. ده مش فراكشر، ده نوع من انواع الديسلوكيشن. لا، انا قصدي حضرتك تشاور لي عليه في الراديولوجي، في الام ار اي، في في سلايد الراديولوجي نفسه. ايوه، احنا قلنا في السلايد رقم 10 ان في حاجه اسمها اوكسيبيتو سيرفايكال ديسلوكيشن، يعني الجونكشن ما بين السيرفايكال سباين وما بين السكال بيز اللي هي متمثله في الاوكسيبيتال كوندايل. في هنا ارتكيليشن ما بين الاثنين، ما بين السيرفايكال سباين وما بين السكال بيز متمثله في الاوكسيبيتال كوندايل. خلاص في حاجه اسمها اوكسيبيتو سيرفايكال ديسلوكيشن حسب ايه؟ حسب السكال دي. المفروض ان في ريليشن ما بين الاوكسيبيتال كوندايل مع الابر بارت بتاع السيرفايكال سباين زي في اول صوره انتوا شايفينها الصغيره اللي هي الدايجرام دي. خلاص فلو الاوكسيبيتال كوندايل طلعت لقدام ده بيسموه انتيريور ديسلوكيشن. خلاص لو الاوكسيبيتال كوندايل بعدت عن السيرفايكال سباين ده بيسموه تايب 2، بيسموها لونجيتيودنال ديستراكشن. خلاص لو الاوكسيبيتال كوندايل رجعت لورا ده بيسموه تايب 3 بوستيريور ديسلوكيشن. خلاص يعني الاوكسيبيتال كوندايل او السكال تطلع قدام بالنسبه للسيرفايكال سباين او تبعد او ترجع لورا. خلاص اديتكم مثال فقط لحاجه زي كده. خلاص اما تيجي تبصوا هنا مثلا ده اللي هو تايب 1 الاوكسيبيتال كوندايل طلعت لقدام بالنسبه للسيرفايكال سباين. خلاص ايه السيكونس اللي حصل او ايه المشكله اللي حصلت؟ خلاص المفروض الاوكسيبيتال كوندايل الاودونتويد بروسيس ده يبقى هنا كده. خلاص طب لما ده طلع لقدام ايه اللي حصل فيها كومبريشن وسيجنيفيكانت نيورال كومبرومايز؟ الكورد شخصيا خلاص بقى كومبريست اجينست التيب بتاعت الاودونتويد بروسيس، بقى الكورد ما بينه وبين البوستيريور مارجن بتاع الفورامن ماجنم والتيب بتاع الاودونتويد بروسيس، يعمل للعيان مشكله، يعمل العيان مشكله رهيبه جدا. خلاص بسبب ايه؟ بسبب الديسلوكيشن اللي حصل دوت. خلاص ادى الى سيفير كورد كومبريشن وسيفير نيورال كومبرومايز. جاست ان انا اديتكم بس مثل ان دي اريا كريتيكال. خلاص فلو حصل النوع بتاع الديسلوكيشن دوت ممكن يؤدي الى سيفير نيورال كومبرومايز للكرينيو سيرفايكال جونكشن او الكورد شخصيا بس. وضحت كده؟ يا واضحة. طب والسلايد اللي بعدها؟ السلايد اللي بعدها في حاجه تانية اسمها اطلانتو اكزيال ديسلوكيشن. من الاسم كده، الاسم فاضحها يعني ديسلوكيشن ما بين ايه وايه؟ ما بين الاطلس وما بين الاكسس.
ما بين الاطلس وما بين الاكسس. والله شايفين السلايد ده، ده النورمال خلاص كده. بتلاقي في مسافه كده ما بين الانتيرور ارش بتاع الاطلس والاودونتويد بروسيس اللي هو بتاع سي 2، هتلاقي مثلا مسافه 2 مللي، مش عارف حاجه كده بسيطه يعني خلاص. طب المسافه دي بدل ما 2 مللي اهي زادت بقت 7 و8، يبقى حصل some sort of dislocation ما بين الاطلس وما بين الاكسس، بنسميه اتلانتو اكزيال ديسلوكيشن خلاص. برضو مش هسألكوا فيه لان حاجه شويه يعني يعني مش يعني يعني انت مش عارف النورمال المفروض يبقى شكله ايه، فبالتالي مش يعني مش هسألك فيه عشان يحسس ان هي حته تقيله عليك يعني. بس طب دكتور بالنسبة للايه معلش، بالنسبة يعني للسباين فراكتشرز ايوه والتروما بتاعت السباين، احنا ايوه ممكن نتسأل فيها ازاي؟ هل هتيجي برضو في صورة صور ولا صورة هسألك في يعني اسهل الانواع، مش هسألك في حاجة صعبة ولا حاجة يعني نعرف مثلا كل تايب يعني. انا او يعني انا لما قلت لك التروما انا يعني ما قلتلكش مثلا تفاصيل عن الميكانيزم او ايه اللي حصل وايه اللي تم وايه النورمال وايه الابنورمال، جست انا قلت لك يعني اسم الحاجه ويبان ازاي فقط لا غير. ده يعني يعني ده مثلا يا دكتور انا قصدي مثلا زي في حاجه زي في سلايد 14 اللي هي الجزء بتاع الفراكتشرز اوف الاودونتويد بروسس. اودونتويد بروسس انا احنا حضرتك قلت اهم حاجه في المحاضره ان احنا نعرف ان هو تايب 2 هو الموست انستيبل، تمام؟ هل بقى انا مطالب اعرف كل واحده في الكلاسيفيكيشن دول ايه اللي بيحصل فيها ولا لا؟ لا حتى اللي طيب التو سلايدز اللي بعدها بتاعت هانجمان فراكتشر المفروض اعرف الهانج الباثولوجي مان حصل فراكشر ازاي؟ من الحاجات المهمة، لأن دي حاجة يعني كل الناس تعرفها، فما ينفعش إن أنتوا موديول تروما وما أقولكوش يعني إيه هانج مان فراكشر، ويعني ويعني أتليست مثلا تبقى أنت عارف هانج مان فراكشر بيأفكت رقم كام في السيرفايكال سباين. طيب الهانج مان والشانس الاتنين بيحصلوا بسبب الرود ترافيك اكسيدنت، صح؟ اللي هو السيت بيلت يعني. أكثر ممكن تعمل أي حاجة طبعا. طب السيت بيلت يعمل هانج مان اكتر ولا يعمل إيه تقول؟ السيت الإيه؟ بيلت؟ سيت بيلت فراكتشر يعني أيوه ده اللي هو بيحصل في الشانس فراكتشر ولا مع الهانج مان ولا مع الاتنين؟ إحنا قلنا السيت بيلت فين رقم كام سلايد؟ في فاكرين؟ الشانس فراكتشر اللي هي رقم 25. 25. الشانس فراكشر ده او اللي احنا بنسميه السيت بيلت فراكشر ملوش دعوه بالهانج مان فراكشر. هانج مان فراكشر لازم يحصل في السي 2 خلاص، وبيحصل في حته معينه في السي 2 اللي بيسموها بارز انتر ارتيكولرز خلاص، الحته اللي ما بين السوبيرور فاسيت والانفيرور فاسيت بتاعه الفقره. انما الشانس فراكشر ده حاجه تانية خالص خلاص. كنا احنا قلنا عليه اولا ده كومن في الاريا بتاعت الدورسو لامبر سباين مش السيرفايكال سباين خلاص. تمام ده احد الحاجات ليه، لان انت لما بتربط حزام الامان في العربيه انت بتربطه، الحزام بيجي لك اوبليك كده عند الابر ابر ابدومن مثلا، او يعني لور شيست ابر ابدومن، صح ولا غلط؟ تمام اه خلاص. فالفراكشر ده بيجي لك عند الايه اللور دورسال ابر سيرفايك ابر لامبر، كومنلي في الدورسال يعني، او كومنلي في الثوراسيك فيرتبري خلاص. بسبب ايه؟ بسبب ان انت عملت اوفر فليكشن. التاني كان بيبقى فيه اوفر اكستنشن في السباين لو انت اه كان فاكر هايبر اكستنشن. خلاص، انما الشانس فراكشر ده اوفر فليكشن بسبب السيت بيلت اللي انت ربطه في حزام الامان في العربيه، فده significant compression على الانتيريور بارت بتاع الايه السباين، وديستراكشن على البوستيريور بارت بتاع السباين بسبب ايه حزام الامان خلاص. ده في حته وده في حته، وده ليه ميكانيزم اوف انجري وده ليه ميكانيزم اوف انجري. التشانس اوفر فليكشن، الهانج مان فراكشر اوفر اكستنشن. تمام بس السيت بيلت فراكتشر هو الشانس.
سيت بيلت فراكشر هو الشنس بالمنطق يعني. افتكروا بس بايه مكان حزام الامان عشان انت متلقفنش، يعني الحزام بيتحط فين على الجسم خلاص، وبالتالي الفليكشن او السيجنيفيكانت فليكشن ده حصل بسبب وضع حزام الامان نفسه. يعني لو كانت تروما قويه جدا 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 ممكن يحصل سيفير فليكشن في السباين او الثراسك فيرتبري خلاص، نتيجه الايه السيت بيلت دوت، فيحصل كومبريشن فورس significant او كبيره جدا على الانتيرور بارت بتاع السباين، وديستراكشن فورس على البوستيرور بارت بتاع السباين، بيديني التشانس فراكشر ده. تمام، شكرا دكتور. بص يعني انا يهمني تبقى بس عارف الاسم وعارف الفكره بتاعته، يعني مش لازم قوي يعني التفاصيل عن مش الديتيلز. لازم يحصل اكستنشن او فليكشن يعني، صح؟ لا يعني دي مش يعني انا تبقى انت فاهم ان في حاجه اسمها سيت بيلت فراكشر، او ان انت تبقى تمام. عارف مثلا ان في حاجه اسمها هانج مان فراكشر يعني، بس الاسم ما يبقاش غريب بالنسبه لك يعني. تمام. الدكتور حد كنت عنده عايز اسال، سؤال تاني؟ انا كنت عايز اعرف، هنتسال بس في اكس ريز في السباين ولا الهيد بس؟ ولا الايه؟ الهيد تروما بس يعني، ممكن تيجي اكس ريز ولا الاثنين السباين ممكن كمان؟ يجوا، الاثنين ممكن يجوا، يعني كل السباين الاكس ريز اللي والبين في الحضره دي معانا برضو؟ ها، الايه؟ كل الاكس ريز اللي في حضره السباين معانا، طبعا في سي تي او ام ار اي صح؟ مفيش ايه؟ سي تي او ام ار اي ايه يعني هو انت حاسس ان السي تي والام ار اي حاجه صعبه يعني قوي، او حاجه عشان كده يعني في حاجات ما بتبقاش واضحة أوي، بس حاجات ما... طب ما انا بسألك اهو، ايه اللي مش واضح يعني، ايه اللي مش واضح؟ يعني انا مثلا فاتح سلايد اهو، دي صورة ايه؟ ده اكس راي عادي، اكس ده راي. ويدج فراكتشر. طيب ويدج فراكشر، في حاجة فيها مش واضحة؟ طيب انا فتحت اهو السلايد، بعديها كده بفتح بسرعة عشوائية اللي هو البيرست فراكشر خلاص. هنا ما ينفعش يعني اجيب لك اكس راي لسبب بسيط جدا، ان البيرست فراكشر دوت بياخد الانتيرور والميدل بارت بتاع السباين، صح كده ولا غلط؟ هل الميدل بارت بتاع السباين والبوني فراجمنت اللي هي داخله في قلب السباينال كانال دي تبقى واضحه في الاكس راي؟ الاكس راي ده فيه اوفرلاب، ما اقدرش طبعا. انا بطلب العيان ده immediate، لو انا شاكك في العيان ده يكون عنده بيرست فراكشر على طول سي تي، ايفن حتى ممكن اطلب له ام ار كمان لو العيان انا عامل له فيكسيشن كويس وحاطه مثلا في حزام ومثبته كويس وحاجات كده اهوت، خلاص ممكن اطلب له ام ار عشان اشوف كمان علاقته ايه بالكورد وكده، ده ممكن يحصل سيفير كورد كونتيوجن وكمبريشن خلاص. فوقتها الاكس راي مش تبقى كافية خالص ان انا يعني اقدر اعمل كومنت على الحاجات دي، فلازم اطلب سي تي ولازم اطلب ام ار. بص ما تستسئلش يعني، ما تحسش ان سي تي والام ار دي حاجه صعبه ولو جت صوره فيها انا مش، لا هي فكره مش كده، فكره ان السي تي بيديك معلومات ما ادهالكش الاكس راي، والام ار نفس الكلام اداك معلومات ما ادهاش السي تي. يعني هل السي تي هنا اقدر اعمل كومنت على الكورد؟ انا مش السوفت تيشو اصلا، ما اناش قادر اشوف الكورد خالص في السي تي خلاص، انما في الام ار لا انا قادر ان انا اشوف الكورد بسهوله شديده جدا. فالسي تي لحاجات والام ار لحاجات، والاكس راي اوكي ده يعني انيشال موداليتي موجوده في كل مكان لازم هتتعمل، انما ككومنت لبقية الحاجات لا طبعا، هو ليه سقف وليه ليميت، ما اقدرش اعمل كومنت على كل حاجة من الاكس راي بس. انت حاسس ان تمام. السلايد ده مثلا صعب، البيرست فراكشر ده يعني الفقرة دي نورمال، الفقرة دي اب نورمال، وانت قادر تشوف ان الفراكشر واخد الانتيرور بارت والميدل بارت بتاع الكولم صح، وقادر تشوف ان في بوني فراجمنت كده من الفراكشر بدأت ترجع لورا تخش في السباينال كانال، حاسس ان السلايد ده صعب؟ طيب ده سي تي ما هوش صعب يعني، يعني مش يعني يعني مش حاسس ان هو صعب ولا حاجة. identification يعني، لو اقول مثلا ده كده بيرس فراكشر، اقول ده بيرس فراكشن، ده ايه ده بيرس فراكشن، مش هسألك اكتر من كده يعني.
طيب دكتور بعد إذنك معلش، ممكن السلايد 15 بتاعت الهانجمان؟ 15 هانجمان 15، آه لا 16 15 عند ده مش حضرتك، هانجمان 16 عند 16. حضرتك. اه اتفضلي. طيب معلش برضو HCP ممكن حضرتك يعني تقول لي على ايه الراديولوجي في حالات فهم؟ راديولوجي، في الاكس راي، الاكس راي خلاص انت شايفه الفقره دي، هل دي فوق دي بالظبط؟ لا طيب حاسه ان دي طالعه لقدام، ايه اللي طلعها قدام؟ احنا قلنا الفقرات عشان تطلع قدام دي ليها كذا سبب، اشهرهم اتنين خلاص، ده في اخر سلايد يمكن لو انتوا فاكرين خلاص، يا اما في كسر في البورز انتر ارتيكيولاريس، ده اشهر الاسباب، يا اما كسر في البورز انتر ارتيكيولاريس، يا اما الفاسيتس اللي هي المفاصل ما بين الفقرات حصل فيها ديسلوكيشن او سبلوكسيشن فالفقره تطلع قدام الفقره التانيه، وفي اسباب تانية يكون جينيتال مش عارف بارز هايبوبليزيا حاجات كده يعني خلاص. فخلينا نرجع في الهانج مان فراكشر اللي هو سلايد رقم 16، اسف اه الهانج 16 مان 16 اه خلاص. لو في فراكشر في البارز بتاع سي 2، انا حددت هنا سي 2 بالذات خلاص كده بسبب ايه؟ اوفر اكستنشن في السيرفايكال سباين خلاص، فالحته دي بتتكسر، البورز بتتكسر، طبيعي ان لما يحصل بورز فراكشر يعني خلاص الفقرة اللي فوق تطلع قدام الفقرة اللي تحت خلاص، يديني ده المنظر. تمام. الاكس راي ده لغة الاكس راي بقى بقول ايه؟ ان في vertebral displacement of C2 over C3 بسبب ان في ال ديفاين، هقول كده في الاكس راي ال ديفاين فراكشر لاين موجود في الايه؟ في البورز، وقتها بطلب ممكن اطلب سي تي وممكن اطلب سي تي وام ار فرزر ايفالويشن. ليه؟ لان دي حاجه فيتال يعني، ده فراكشر ممكن يموت العيان خلاص، وممكن يحصل سيفير كورد كونتيوجن. هل انا قادر اشوف الكورد في الاكس راي؟ لا، اقدر اشوفه في الام ار. اه في هنا اريا، لو ركزت كده تلاقي الكورد، شوف اللون بتاعه ده نورمال خلاص. طب هل ده نورمال؟ ده مش نورمال، ده في هنا كورد كونتيوجن بسبب ايه؟ الفراكشر اللي حصل في الايه؟ في سي 2 خلاص. انا هنا جايب الكات اللي معدي فيه الكورد مش اللي معدي فيه الفراكشر خلاص، فاهماني؟ يعني ده فهمت الميد حضرتك. لاين، الميد لاين ساجيتال عشان اشوف الكورد خلاص. الفراكشر انا شفته اوريدي في الاكس راي وشفته في السي تي، ان في انا شايفه ده مثلا صوره 3 دي خلاص، واضح ان ال 3 دي مبينه كويس جدا ان في فراكشر في الحته دي والفقره دي طالعه لقدام عن اللي تحت خلاص، ده السي تي بتاع نفس الحاله. وانا طلبت رنين للعيان لسبب بسيط جدا، موضوع الكورد كونتيوجن ده فيري كومن، فلازم اعمل عليه اسسمنت او هشوفه ازاي. مش قدامي حل غير ان انا اطلب للعيان ام ار، ان السي تي مش ما يبانليش السوفت تيشو ريزوليوشن بتاع الكورد، ما يقدرش يبين، الام ار بس هي اللي تطلب ممكن تبين. بس الفراكشر ده انتوا حاسين ان هو صعب؟ لا هو بس لما بعرف هي فين المشكلة بالظبط هعرف ألقطها بإذن طيب الله دلوقتي يعني. انت عارفه المشكله، اكس راي سي ورخي تي جدا. ام ار، عارفه ميرسي ليه بطلب جدا. ام ار؟ لو في حاجة أنا مش عارفة ايدنتيفايد قوي في الإكس راي لا عشان الكورد افكشن، لازم اعمل الاكستنسد اسسمنت انجري. عشان كده في العيانين دول بطلب لهم ام ار بس. تمام بص شكرا شكرا يا دكتور. عفوا على ايه، في حد حاجات عنده بتلخبط اي شويه مشكله دكتور، في السباين؟ زي نعم مثلا في حاجات بتلخبط شويه ان انا اعرف مثلا هل ده اكس راي ولا سي تي، يعني مثلا زي سلايد 15 والسلايد بتاعت مظبوط. البورد فراكشر. انا طيب ده انت مثلا قول ده ايه؟ انا مش هقول الصوره اللي على الشمال ماشي سي تي، بس انا بتكلم اللي في النص ده اللي في النص، انا ما اقدرش. مثلا انا لو شفت الصورة دي هقول ان ده اكس راي مثلا. ما يصحش عليك، عيب. كل ده سيتي كل دول سي تي.
طب والبرست فراكتشر كانت سي تي برضو؟ بين البرست رقم كام؟ قرن بي كنا لسه جايبينها اللي هو 24 تقريبا. انت قول. ما انا ما اعرفش هل ده سي تي فعلا ولا ازاي ما تعرفش؟ هل في اوفرلاب في البون؟ لا ما فيش اوفرلاب في البون. يعني صوره اكس راي اهي فيها بون اوفرلاب، شايف الريبس؟ الريبس معديه اهي. تمام صح تمام. شايف السباين بروسس والفاسس، ما انتش قادر تحددهم من بعض خلاص. وتلاقي الاكس راي العظم هو بس الابيض، بقيه الحاجات اسود. انما سي تي البرست فراكشر، هل انت قادر تشوف الريبس؟ هل في اوفرلاب؟ مفيش اوفرلاب خلاص. فطبعا ده سي تي، يعني انا بعلمها بالاوفرلاب. لا يعني بص انت يعني اوتوماتيكالي مش يعني في كذا حاجه اقول لك ان دي صوره سي تي مش اكس راي خلاص. انا جاست انا بديك كده يعني اكزامبل الحاجات. تمام الاكس راي العظم متصور على بعضه، فلازم هيبقى فيه سام سورت اوف اوفرلاب خلاص. انما السي تي ده مقطع واحد، مقطع ساجيتال. انا جيت هنا كده وقطعت مقطع، فهيبان لك على هيئه ايه؟ انا هنا في النص بالظبط، يبقى فيه ورا مثلا سباينس بروسس، قدام جزء الميد لاين او الميدل بارت بتاع الفيرتبرال بودي خلاص. مقطع ده مقطع واحد، انما مفيش فيه اي اوفرلاب خالص خلاص. شكرا يا دكتور. ممكن الف لك على السلايز كلها. دي اكس راي ولا سي تي؟ اكس راي دي سي تي دولت سي تي ايه تاني؟ الصورة دي اكس راي اكس راي خلاص. انت كده بقيت استاذ، تقدر تفرق السي تي ما بين السي تي والاكس راي. حد عنده اي تساؤل تاني في حاجة؟ دكتور هي الاكسونال انجريز ديت انترا اكسيال البرين ده لازم يكون انترا اكسيال، بس كان مكتوب في سلايدز ان هي اكسترا كورتيكال. فين مكتوبة؟ فين؟ في تالت سلايد اللي هي كلاسيفيكيشن. يعني واضح ان السلايد دي عملت لكم رخفنا شوية. كان مكتوب في البوكس الرابع ده اكسونال انجريز طيب وفاسكولار بصي، انجريز. البوكس الرابع ده لو هو مضايقكم شيلوه خالص خلاص. انا حاسس دي وانا بعملها حاطط حاجات، فلما عملت ديزاين في حاجه اسمها مش عارف ديزاين خلاص، بيعمل اوتوماتيك ديزاين مش عارف اريا، بيعمل اوتوماتيك ارينجمنت للحاجات. هو شال حاجات حطها مع حاجات خلاص. فلو دي حاجه مضايقاكم شيلوها خالص خلاص، اعتبروها مش موجوده الحته اللي هي البوكس رقم 4. هو انا كنت اقصد دي حاجه معينه، بس هو يمكن حط الحاجات مع حاجات لخفينهم مع بعض خلاص، اعتبروا دي مش موجوده خالص. ماشي. الاكزونال انجري انترا اكزيال طبعا، لان في قلب البرين نفسه خلاص. يعني ده حاجه في قلب نسيج البرين، واضح ان هو يعني جوه التيشو بتاع البرين. ومنظره كاركترستيك، يعني لما بشوفه ما غلطش فيه، نقط سودا جوه نسيج البرين خلاص، بتبان في سيكونسز معينه. احنا قلنا تي 2 ستار، حاجه اسمها سسبتابيليتي ويتد ايمجز. لو حاسين ان الكلمتين دول اتقال عليكم اعتبروها مش موجوده، جاست ان انا ابقى عارف ان ده اكزونال انجري وخلاص. طب دكتور هم دول كلهم ام ار اي صح؟ دول كلهم ام ار اي، بس ده تي 2
لو انت عايز تفاصيل T2 خلاص، وده حاجة اسمها T2 star، دي حاجة اسمها susceptibility weighted images. susceptibility دي sensitivity بتاعتها أعلى، فبتجيب لك نقط الهيموريدج، الحاجات حتى الميكروسكوبك بتجيبها لك وتكبرها لك، حتى even تعمل حاجة اسمها blooming artifact، بتنورها زي الشمس كده، زي رواميد الشمس يعني، بتلاقي حاجة أصلا في ال T2 مش متشافة خالص يعني. بص T2 ده نورمال، اللي هو سلايد، اللي هو الصورة رقم ايه، انما susceptibility weighted images دي حاجة يعني مخترعينها حديثا كده، بقالهاش كام سنة، سنسيتيف جدا ناحية الهيموريدج، فبدأت تلقط الهيموريدج حتى اللي على مستوى يعني المينيمال او الفصائل اللي هي يعني مش باينة خالص. بس هو مش ده اكزون الانجري، مش هيموريدج ولا مش حضرتك لازم قصدك تفاصيل. الفازل زفان نعم الاكزون؟ ايه بتقول؟ مش دي اكزون، مش دي اكزون الانجري ولا حضرتك قصدك الفازلز اللي حوالين الاكزون؟ لا بص، الاكزون خلاص ده اما يحصل فيه انجري، بيحصل مكان الانجري فوساي اوف بلاد، زي اي واحد بيتعور بيحصل فيه نقط بلاد، بس النقط دي مايكروسكوبيه، حاجه فيري ديليكت خلاص كده، تمام. سامعني؟ سامع حضرتك. الام ار العادي ما يعرفش يلقطها خالص، يعني العيان ده بوست تروماتيك وعنده كلينيكال مانيفستيشن وعمال يحصل ديتيريوريشن، او انت شاكك ان في حاجه، عملت سي تي قلت لك نورمال، عملت ام ار العادي قلت لك نورمال، جيت انت تقول لي لا العيان ده شور عنده بوست تروماتيك انسلت، في حاجه حصلت خلاص، لان عنده كلينيكال مانيفستيشن بتقول كده خلاص، وقتها ممكن ابروسيد ناحيه ان انا اعمل بقى ديتكشن كده للايه، بوسيبيليتي بتاعت الاكزونال انج، او مزود له في الفحص بتاع الام ار برين اللي هو الاي تي 2 ستار، وحاجه اسمها سسبتبيليتي. انا مش عايزك تعرف الاسماء دي ولا الديتيلز دي، عايز اقول لك بس ان الام ار كان ديتكت الاكزونال انجري، والاكزونال انرجي دي حاجه يعتبر مايكروسكوبيك، حاجه فيري ديليكت، حاجه على مستوى الاكزون يعني، حصل انجري في الاكزون خلاص. فعندي سيكونسز في الراديولوجي او في الام ار كان ديتكت، زمان ما كناش بنعمل لها ديتكشن على الاطلاق، هقول لك نورمال، هقول لك ايه، انا عندي الايمجز بتقول نورمال، اللي هي مثلا الايمج اللي هو 2 ده اللي هو الروتين اللي بيتعمل تي 2، انا بعمل مثلا تي 1 وتي 2 وحاجه اسمها فلير وديفيوجن وحاجات كده، السيكونسز اللي هي الروتينيه، هقول لك نورمال، انت انسيستنج ان العين ده عنده كلينيكال مانيفستيشن وعنده حاجه خلاص. في عندي حاجه بقى بتديتكت الايه، الليفل اللي هو الميكروسكوبيك يعني، اللي هو الحاجه زي الديفيوز اكزونال انجري، ودي حاجه من 4 5 سنين مثلا ما كانتش موجوده قبل كده، بس تمام ماشي انما شكرا. هي انترا اكزل خلاص، تمام فاهم. والمنظر بتاعها سبيسيفيك ومحدش يغلطه يعني، محدش يعني ما حدش بالتالي يتلخفن فيه. اكزونال انجري واضح؟ واضح هذا. في حد عنده اي تساؤل تاني؟ الامتحان هيبقى بسيط، مش ما تقلقوش منه خالص خلاص، مش يعني ما يعني يجي لك مثلا سلايد زي ده، هقول لك نوع الهيموريدج ده ايه، هتقول لي هتختار الحاجه اللي مثلا فيها ايبيديول بس، يعني الموضوع مش هيبقى يعني صعب ولا حاجه. دكتور بقى في أسئلة في النظري ولا عملي بس؟ ام اس كيو اختيار، هتلاقي فيه سلايد وبيجي لك وتختار الاجابه الصح ما بينهم بس، يعني هو في كم زي سؤال نظري؟ نفس بص الاسئله هي واحده ماشي يعني، ما او نظام الاسئله واحد، مش ما انا ما عملتش مثلا للنظري حاجه والعملي حاجه، لا ما يعني جاست بجيب لك صوره وبسالك عليها فقط لا غير، بس سواء كان نظري ولا عملي. شكرا. حد عنده تساؤل عن اي حاجه؟ تمام تحسين كده. ان الراديولوجي صعب يعني، راديولوجي صعب لهذه الدرجة، او يعني احنا اتكلمنا في حاجات
يعني مهمة إن أنت تبقى عارفها، يعني طالع بيها بالبكالوريوس تبقى عارفها، يعني أنت هتمسك مثلا دكتور امتياز، هتمسك بعد كده النيابة، هيبقى ما يبقى عندك فكرة شوية عن الراديولوجي ويعني شايف، وبالعكس تقدر تعمل ديسكشن مع أي حد بيه، لأن يعني انت شايف الحاجه بصوره دايركت يعني، او بتكوروليت الكلينيكال فايندينج بتاع العيان بالفايندينج الموجود في الراديولوجي. فمهم احنا يعني نبقى اوير بالراديولوجي وات ايفر السب سبيشاليتي اللي انت تاخدها بعد كده يعني. ف يعني شايف ان هي حاجه مهمه جدا ان احنا نبقى عارفين الحاجات دي. فكرة التعود، بس يعني كل ما نشوف أكتر كل ما نتعود أكتر، يعني الحاجة كل يعني طول ما هي جديدة هي بتبقى إلى حد ما صعبة لغاية لما نتعود عليها مش أكتر. يعني مش إن الراديولوجي صعب، إحنا بس اللي محتاجين يعني كل صورة نفهمها هنتعود عليها. طيب خلاص إن شاء الله بإذن الله ما يبقاش في مشاكل خالص، ويعني بعضكم يحب الراديولوجي ويتخصص راديولوجي إن شاء الله. في حد عنده تساؤل عن أي حاجة؟ أظن كده تمام يا دكتور. طيب أوكي، يلا بالتوفيق إن شاء الله، شكرا يا دكتور. نشوفكم على خير بإذن الله. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام.